أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الشخص مقيما في بلد كافر ولكنه يستطيع إظهار شعائر دينه، فهل يجوز له البقاء فيها؟ كثير من الناس يفهم إظهار الدين فهما خاطئا، يظن أن إظهار الدين أنه يترك يصلي ويصوم ويمارس شعائر الدين. هذا ما هو إظهار الدين. إظهار الدين أن تدعو إلى الله وتبين، ترد على مذاهبهم وباطلهم، تبين الحق، هذا إظهار الدين. إذا كانوا يمكنونك من هذا فإنك تبقى، لأن المصلحة في بقائك، دعوة إلى الله وبيان الحق ورد الباطل. ما هو إظهار الدين مجرد أنك تصلي وتصوم ولا تقول لهم شيء.